احتضنت العاصمة إنجمينا أعمال الاجتماع الذي ضم مختلف القطاعات لمناقشة الأسباب المتعلقة بالتحاق بعض الأفراد بالجماعات الإرهابية وإيجاد الحلول اللازمة لهذه الظاهرة. وفي هذا الإطار فقد عد الزميل أحمد أدم الورقة التالية. لقاء إنجمينا الذي يعتبر الثاني من نوعه بعد لقاء داكار ودع النقاط على الحروف لإيجاد رؤى مشتركة لدراسة أسباب توجه الأفراد للتورط مع الجماعات الإرهابية المتشددة بالساحل والصحراء، رؤية بلورتها أفكار الساسة والدبلوماسيين وقادة الدين الذين اجتمعوا بالعاصمة التشادية إنجمينا، الدولة التي دفعت الكثير من أموالها وأرواح أبنائها في سبيل أن يعم السلام دول أفريقيا. فقد اجتمعوا لتقاسم ومعرفة خبرة هذه الدولة التي ودعت مسألة السلام الوطني والإقليمي والقاري بل والعالمي من أولويات قادتها. سجلها لا يقتصر على التدخل لإيقاف الجماعات المتشددة فقط، بل امتد لتستضيف أرضها اللاجئين والفارين من براثن الإرهاب والجماعات المتشددة. لقاء نتج عنه وضع خطة إقليمية لإيقاف ظاهرة توجه الشباب والتحاقهم بالجماعات الإرهابية وبلورة أجندة للاستثمار في هذه الشريحة والاستفادة من مواهبها لثقلها في التنمية وجمع المصادر المالية من أجل برنامج طموح نحو التنمية الشاملة والاتحاد قوة.